خير بقى، مساء الخير على حسب ما انتوا دلوقتي بتشوفوني. هنبدا كده فلوج لطيف خفيف افرجكم فيه على المنتجع اللي انا موجوده فيه. ويلا بينا، ومش لازم بقى تشوفوا وشي كتير، اتفرجوا احسن كده عليه. وقبل ما تشوفوا اي حاجه، لو انت لسه اول مره تشوفيني، انا الاء، اجري على طول على السبسكرايب، دوسي عليه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اللي جايه. ولو اي حد عنده اي اسم مكان بيحب يروحه، مصيف، الغردقه، شرم الشيخ، الكلام ده كله، السخنه، يقول لي عليه كده، واكتبوا لي كده في الكومنتات تحت انتوا بتحبوا تروحوا فين. يلا بينا نبدا. ده يعتبر المدخل بتاعه، دي قاعده كده، طبعا دلوقتي شمسي جدا ما ينفعش نقعد فيها. دي الشاليهات متقسمه على طريقه مراحل، يعني هي القريه كلها اصلا ثلاث مراحل تقريبا، وفيها هوتيل برضو لطيف خفيف. ده بيبقى منزل كده بننزل بيه على البحر على طول، او لو انتوا حابين بقى تقعدوا على البول، او تعدوا على مكان يكون فيه خضره شويه. اهو دلوقتي هندخل واوريكم المكان اللي احنا ممكن نشوفه، يبقى احسن كمان عشان تبقوا شايفين مناظر لطيفه خفيفه شويتين ثلاثه خمس شويات. هوريكم برضو لما ننزل على البحر. طبعا انا شايله شنط بالهبل، فمعلش لو مش واخده الموضوع بسرعه شويتين. دي كده اهي، يعتبر كده وصلنا لنقطه لطيفه خفيفه. شايفين العصافير؟ ده كده يعتبر المنظر من بعيد. هاخده لكم برضو دلوقتي وهنتمشاه ونشوف كل حاجه فيه. طبعا لما نيجي عند البول هحاول، عشان طبعا دي خصوصيات ناس مش هينفع اصورها قوي، هحاول بس اخد لكم كده شوت من بعيد، بس انتوا لازم برضو تكونوا عارفين ان انا مش هعرف اتعمق فيه قوي عشان في ناس كتيره قاعده، وطبعا عيب. يعني انا بالنسبه لي في موضوع كورونا ده، انا ولا بنزل فيه ولا بنزل بنتي فيه بصراحه، لاني بخاف. بصوا اهو، وده برضو منظر لطيف اهو. من بعد بقى المعدية او مش عارفة اسمها ايه اللي هناك دي، مفروض بقى يكون في القعدة بتاعت حمام السباحة. طبعا هو ليه اكتر من نزله، يعني ممكن البحر نروحه باكتر من نزله، بس انا شايفه ان دي الطف ليكم، يعني التانيه عباره عن شارع بس كده مش اكتر. بصوا هحاول اجيب لكم صوره البول من بعيد عشان الناس بس. تمام كده، هو هنا، هو المفروض ان هو ورا الشجر ده، هو كبير مش صغير. هنفضل ماشيين اهو، ماشيين. هو المفروض ان هو جنبي، بس انا طبعا بعد عنه، برضو بعد الكاميرا عنه. هحاول اجيبه لكم بشوت كامل من قدام شويه عشان برضو ما نتعبش الناس، يعني ما يبقاش مضايقين الناس. احنا نصور وكل حاجه، بس ما نضايقش الناس. هوريكم بقى دلوقتي حتة سلم حلو جدا. بصوا ده الدش، المفروض اي حد يطلع من البول، هو على شكل عش الغراب اهو، ومفروض انه من جواه بقى دش. يعني بصوا هو كده شكله كده، من جواه دش، حاجة لطيفة جدا وظريفة. دلوقتي المفروض احنا كده خلصنا المشايين، دلوقتي هننزل بقى ايه على البحر. طيب البحر بننزل له بايه؟ قبل ما اقول لكم البحر بننزل له بايه، هاخد لكم برده كده لقطه من هنا اهي. طيب اهي ده كده البول اهو، بالناس بكل حاجه، طبعا مش شايفينه ومش عارفين هم مين اهو. دي كده تعتبر المرحله الاولى، في زي بقى المرحله دي كتير. دلوقتي المفروض ان احنا هننزل
كده احنا خلصنا اول مرحلة اللي هي فوق، دلوقتي هننزل على المرحلة التانية اللي هي بقى ايه، هتوصلنا للبحر. طبعا في شاليهات وفي فيلل وفي دوبلكسات وفي هوتيل، في بقى وفي شاليهات بخدمات فندقية والكلام ده كله. اهو احنا دلوقتي نازلين، اهو سلم تاني بس يعني سلم لطيف تمام. وبعد كده على اخر الممر اللي انتوا شايفينه ده هيبقى البحر اهو. بصوا الزرع حلو ازاي، اقتحمنا اهو الممر اللي هيودينا على البيتش بقى الشط. انا بالنسبة لي اي بحر واي منتجع واي حاجة هو بحر، انا ماليش صراحة في. بصوا الشجر ده عامل ازاي فوقنا، بنبقى ماشيين وهو فوقنا، بيبقى لطيف جدا. احنا كده خلاص وصلنا البحر اهو، الشط بقى بالنخل كل حاجة اهو. نتمشى برضو شوية وارهولكو لحد ما احنا نلاقي بقى مكان فاضي شوية نقعد فيه احنا كمان اهو. وهبقى برضو واخد لكم كده شوت بالليل كده، هاخد لكم كده حاجات كده بالليل عشان برضو تشوفوا المنظر بالليل بيبقى عامل ازاي. عشان انا اهيف من العيال واهيف من الهيافة لازم اجيب لي زيهم، جبت لهم عصير اجيب لي عصير، جبت لهم ايس كريم نجيب ايس كريم، احنا كده لازم ندلع نفسنا تمام. ده بالليل اهو واحنا طالعين، بصوا هصور لكم السلم بيبقى عامل ازاي بالليل اهو، برضو الشجر اهو. قلت والله ما انا حرمكم من حاجه، في نور فوق بيبقوا عاملينه حلو جدا. دي الانوار اللي بتبقى على الشاليهات من بره اهي، وده الطريق اللي ممكن ننزل منه على طول، وده السلم اهو. نطلع فوق واقول له واوريكم الصوره من فوق عامله ازاي اهو. بصوا المنظر رومانتيك خالص، الانوار وسط الزرع بتعمل حاجات جميلة اهو. بصوا اهو اهي السكة، الطريق حلو جدا جدا جدا. اهو ايه رايكم؟ ده اللي احنا كنا ماشيين فيه الصبح وكان فيه شمس، فاكرينه اللي هو هيبقى شويه وهيبقى فيه قعده. حلو جدا 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 جدا. مفروض بقى دلوقتي ان ده ايه اخر اليوم وانا هنكت اصلا ومش قادره، مش عارفه اصلا التصوير هيبان لكم حلو ولا لا، بس انا شايفاه لطيف جدا عجبني داخل دماغي، يا رب يعجبكم انتوا كمان. بصوا الانوار بالليل اهو، ده كده البسين وده كده فيو كده كامل شامل. ما طبعا اكيد مش باين لكم حاجات يعني، بس لما تكونوا جوه الموقف بيبقى رومانتك اكتر. دي كانت اخر حاجه معانا في الفلوج بتاع النهارده، ويا رب يكون عجبكم، واستنوا ان شاء الله فيديوهات تانية كتير عن تفصيلات كتيرة بقى برضو جوه القرية ان شاء الله بإذن الله. يلا باي باي.